إذا راح أركب الآن شافت الكودر وهاي الشافت الكودر راح تكون أبسلوت شافت. أبسلوت شافت الكودر راح أركبها على المحرك راح أشبكها ميكانيكلي مع المحرك. أبسلوت شافت الكودر راح تعطيني الزاوية متذكرين؟ في هذه الكريمنتال ما راح تعطيني غير السرعة بس ما بهمني الزاوية. أنا على فكرة بدي أعرف الميكانيكال شافت وين موجود في أي لحظة من اللحظات. هذا كله فايتال عشان يشتغل معنا السيستم بشكل صحيح. فراح يطلع معي هلا هون ثيتا، لكن هاي ثيتا هي ثيتا ميكانيكال. هل ثيتا ميكانيكال هي نفسها ثيتا الكتريكال؟ هاي مشكلة الاندكشن موتور. في سليب بينهم مش هيك؟ فراح آخذ هلا ثيتا ميكانيكال. وبعدين أنا هون تتذكروا قسم الكرنت. وهي زي عادة زي ما حكى على إحنا بناخذ كرنت واحد ولا بنعمل سليب أو عبد الكريم. هلا هذه راح تعطيني اي اي راح ادخلها على سليب استيميشن وراح تعطيني من هون السليب والسليب راح يطلع از فراكشن يعني هطلع من 0.1.3 حيطلع معنا السليب من هون راح ناخذ ثيتا ميكانيكال وهون راح يكون في عندي سميشن بس طبعا هون بدي انتبه انه اليونتس مش صحيحه مش نفس اليونتس من هون هلا من ثيتا ميكانيكال ولاني انا عارف السليب راح يطلع معي ثيتا هلا في تفاصيل انا ما بينتها هون بس لما نطلع عليها ان شاء الله اذا زبط معنا السمبور سيستم راح نشوف بالضبط ايش البروسيسنج اللي بعمله فانا صرت اعرف هلا هون عرفت البوزيشن تبع ثيتا الكتريكال وين بالضبط ثيتا الكتريكال موجوده بدون ما احط سنسرز في داخل المحرك لانه كان في طريقه ثانيه كان بامكاني احط في داخل المحرك هول افكت سنسرز ايش بعمل الهول افكت سنسر؟ شو بيقيس؟ لا انتبه الهول افكت سنسر بيقيس ماجنتيك فلكس الهول افكت سنسر فهمت عليك اوكي انت بتقول لو حطيته عشان يقيس كرنت صحيح بس انا لو جيت داخل المحرك الان وهي الستيتر وهي الروتر كان بامكاني بس رح يكون مكلف المحرك مكلف جدا اجي احط هون هول افكت سنسر مش عشان اقيس الكرنت عشان اقيس الفلكس اللي موجود في الداخل فممكن اعبي هاي هون اعبيها كلها هون افكت سنسر وهو الفلكس عم يتحرك بقدر في اي لحظه من اللحظات اعرف بالضبط وين مكان الفلكس بس هذا مكلف جدا فاستعرضنا عنه اطلع الثيتا الكتريكال بايش؟ بوسيلتين الوسيله الاولى عملنا سليب استيميشن طلعنا الفرق ما بين ثيتا الكتريكال وثيتا ميكانيكال اخذنا ثيتا ميكانيكال وطلعنا منها ثيتا الكتريكال هاي المرحله الثانيه